مرحبا. امبارح صدر بحقي قرار بالسجن لمدة سنة بسابقة على الأرجح مصايرة قبل بحق صحفي بلبنان بدعوة قدح وذب. بالتفاصيل أنه جبران باسيل منذ حوالي 3 سنين رفع علي دعوة بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية. ليه؟ لأنه إذا بتتذكروا هذا الفيديو اللي فيه شاب من طرابلس نزل من طرابلس على كسروين وبلشوا مرافقين زياد أسود يضربوه بوكسات وضرب فعلا وحشي، يقولوه يسألوه شو عم تعمل بكسروين أنت جاي من طرابلس. يوم أنا كتبت فيه انه هيدا صار هيدا ممارسات عنصرية ونازية، لانه طبعا انك تقول لحدا شو عم تعمل انت بكسروين وانت من طرابلس هيدا صار عقلية نازية. رفع ساعتها علي جبران باسيل دعوة بالقدح والذم واثارة النعرات الطائفية. يعني هن لما ضربوا هيدا الشاب هيدا مش اثارة انعارات طائفية، لا، وهن ما تحاكموا وهن ما توقفوا وهن ما حدا قال لهم شيء، وانما انا اللي انا ادنت هيدا الشيء، وهيدا الشيء اللي كان منتشر على كل السوشيال ميديا. انا امبارح صدر فيه حكم بالسجن بسابقه خطيره جدا 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 على حريه الصحافه والاعلام والتعبير بلبنان. هيدي سابقه على الارجح مش صايره قبل، انه في عنا صحفي بقضيه قدح وذم انحكم عليه بالسجن، ومش سجن مع إيقاف التنفيذ. يعني هيدا كتير مهم هيدا التفصيل. أنا اليوم القضاء في السجن إذا ما استأنفت خلص، وغير السجن لازم ادفع كمان 110 ملايين ليرة لبنانية تعويض للتيار الوطني الحر، اللي هو كتير تأذى من اني انا قلت انه هو عنصري، مع العلم انه في فيديو مسجل صوت وصورة لجبران باسيل بيقول فيه انا عنصري فوق السطح صوت وصورة ويتغنى بهيدا الشيء. على العموم اللي صار هو سابقة خطيرة جدا 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 على حرية الاعلام بلبنان، في ناقوس خطر كتير كبير. نحن النضال مكفي، الحقيقة حنضلنا نصرخ فيها، ومنشوف مين بالآخر رح يربح بمعركة الحريات بلبنان.